واحنا موجودين النهارده بعد 11 سنه من انشاء قناه النادي الاهلي، احنا بس مش طالعين نشكر في القناه ولا طالعين ان احنا نقول قناه النادي الاهلي وعيد ميلادها وكلام من ده، لا احنا برضو هنأدي دورنا وهنتكلم في اخبار النادي الاهلي لان ده دورنا واللي بينتظره كل الجماهير الاهلاويه دايما في كل مكان. فخلينا نبتدي ببعض الاخبار الخاصه بالفريق الاول لكره القدم. زي ما حضراتكم عارفين الفريق بيستعد لمباراه مهمه قوي في مستهل المشوار الافريقي، هذا المشوار الطويل والمنتظر من قبل كل الجماهير الاهلاويه، منتظر ليه؟ لان هدفنا فيه باذن الله ان الفريق يكون موفق في احراز بطوله دوري ابطال افريقيا في اطار تسهيل وايجاد كل سبل الراحه للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، سواء كجهاز فني مميز، سواء كلاعبين وقائمه مكتمله مميزه جدا من لاعبي النادي الاهلي. وبقى لنا فتره في الحقيقه ما بنشوفش قائمه بهذا الكم من اللاعبين المميزين والنجوم الكبار، سواء في اجهزه، وزي ما حضراتكم تابعتوا كمان افتتاح المدرج الجديد وكل ما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم، سواء غرفه اجتماعات، غرف الجهاز الفني، غرف اللاعبين، غرف الملابس، اجهزه الاستشفاء، غرف المحاضرات، كل حاجه موجوده ومتوفره، اي حاجه بتلاقيها بره موجوده عند النادي الاهلي دلوقتي. وهو ده النادي الاهلي اللي بيواكب دايما التطور وبيواكب العصر الحديث عشان تسهل كل الامور للاعيبتك والجهاز الفني، ان شاء الله ما يبقاش عليهم غير ان هم يركزوا ويكونوا باذن الله موفقين، والتوفيق ده من عند ربنا في احراز المزيد من البطولات للنادي الاهلي. فبالتالي فتح باب الحجز الالكتروني لمباراه الاهلي واطلع بره، فريق اطلع بره بطل جنوب السودان اللي احنا هنواجهه في مباراه الذهاب والاياب، المباراتين زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين بكل تاكيد المباراتين خلاص في مصر، الاثنين في برج العرب. مباراه الذهاب هي هتكون خاصه بفريق اطلع بره، وهو اللي طلب كده، ده بناء على طلبه وارساله لهذا الطلب للاتحاد الافريقي، وتم الموافقه ان المباراه الاولى لفريق اطلع بره مع النادي الاهلي هتكون في استاد الجيش ببرج العرب. فبالتالي الكابتن او العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اكد على فتح باب الحجز الالكتروني اونلاين لتذاكر مباراه الاهلي وفريق اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب دور ال 64 لبطوله افريقيا بدايه من الساعه 12 صباح اليوم النهارده، يعني كمان بالظبط ايه ساعة الا تلت كده الحجز هيتفتح. الراغب طبعا واكيد كل جماهير النادي الاهلي بتبقى راغبه في حضور المباريات، يعني للاسف حتى الان العدد طبقا طبعا للموافقات الامنيه 10,000 مشجع اللي هيحضروا المباراه، ان شاء الله الاعداد تزيد فيما بعد خصوصا في ظل النجاح المبهر اللي مصر عملته خلال تنظيم بطوله الامم الافريقيه. وباب الحجز هيستمر لحد الساعه 8 من صباح الاربع، يعني لحد بكره الصبح الساعه 8. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اوضح كمان انه يمكن للساده حاملي بطاقه الجمهور حجز التذاكر التاليه: درجه موحده، درجه اولى يسار، مقصوره اماميه، وذلك من خلال الرابط الخاص بالحجز، يعني هو ticketing.ahliegyptfans.com. فبالتالي من خلال هذا الرابط تقدروا ان انتم تحجزوا كل التذاكر او تذاكر خاصه بيكم يعني اللي رايح الماتش يعني. وتحدد مبلغ 30 جنيه للدرجة الموحدة، 100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ فوري بلس. وفي حالة حدوث أي مشكلة في عملية الحجز يتم التواصل عن طريق الصفحة الخاصة بموقع حجز التذاكر على فيسبوك اللي هي www.facebook.com/ahlifancard/. فبالتالي كل الامور ميسره باذن الله لحضور جماهير النادي الاهلي بشكل مميز. المباراه ان شاء الله هتكون مع فريق اطلع بره، او المباراه يوم 11 اغسطس دي مباراه الذهاب. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يستغل القوه اللي هو فيها الاول، الشخصيه بتاعته كفريق كبير جدا، فريق عنده اهداف وطموحات كبيره ومركز عليها بشكل مميز جدا، ويقدر يحقق نتيجه مريحه في مباراه الذهاب بتاعه فريق اطلع بره في مصر قبل مباراه العوده ان شاء الله باذن الله بتاعه النادي الاهلي امام فريق اطلع بره ايضا في مصر. هي في الحقيقه يعني عشان نبقى منطقيين برضو، واحنا مش عايزين نقول للجماهير ان المباراه سهله وكلام من ده، لكن دايما دايما المباريات البدايه بالتحديد بتبقى صعبه مش سهله، حتى لو الفريق انت مستهتر بيه شويه او الفريق انت كان يعني وجهه نظرك نظريا الفريق يعني مش ملوش تاريخ من الاخر يعني، وبتلعب في دور ال 64 اول مره الاهلي يلعب في هذا الدور يعني، لكن برضه لازم يكون التركيز موجود والجديه مطلوبه دائما من لاعبي النادي الاهلي. المباراه ان شاء الله هتكون يوم 11، مباراه العوده هتكون يوم 23. طيب